بين الموت والحياة ثانية واحدة، حكاية تغيرت فيها الموازين فجأة، وبدايتها قبل عام من الآن في ليلة شهدت فيها محافظة عدن تباشير العيد وتكبيراته. خرج إبراهيم مع صغيرتيه باحثاً عن فرص سعادتيهما في شراء الملابس والألعاب لتشهد اليمن يومها ما لم يكن بالحسبان. فجأة دون سابق إنذار، حادث بسيط تسبب في خدش سيارة حسين هرهرة القادمة من أحدى الجهات إلى قدر لم يكن بالحسبان. شجار اشتد وامتد وطال حديثه ليترك هرهر المكان عائدا إليه بالسلاح. في لحظات غضب أوقعت الكثير في مآزق كبيرة، أطلق حسين النار على سيارة البكري في وجود طفلتي الأخير بداخلها، 7 أو 8 رصاصات قبل تاسعهن أزهقت روح الصغيرة حنين. لا أحد هناك سوى أختها التي أصيبت، بينما والدهما هرع للمكان محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنه الموت رحل مختطفا ربيع حنين وطفولتها البريئة. عام كامل من العذاب الذي لم ترصده كاميرا الشاشة أو الجوال، لأب احترق قلبه على فلذة كبده التي فقدها بسبب نوبة غضب لأحدهم واستخدام جائر للسلاح دون وجه حق وقوانين لم تجرم حمله. تبعثرت روح حنين فانتفض معها الرأي العام مطالبين بتنفيذ الشرع في حكم القصاص. اقترب اليوم الموعود واقتربت معها آمال إبراهيم بأخذ حقه في دم ابنته حنين التي حن الناس لأجلها في منظر بنات حسين هرهرة، واللاتي نصبن خيمتهن أمام قبر الصغيرة الراحلة ومن ثم بيت إبراهيم، لتتعالى أصوات الناس بين مؤيد للقصاص ومناد للعفو من أجل صغيرات لا ذنب لهن في فعل والدهن. أيام من الضغط الكبير على إبراهيم البكري لأجل العفو عن حسين هرهرة، وساطات من قيادات ومشائخ وأعيان مجتمعية وإعلاميين وناشطين وغيرهم الكثير، وضعت الدنيا بين يديه في أكبر نكف قبلي، لكن جرح إبراهيم أبى وأصر على التنفيذ. أخرج هرهر إلى ساحة الإعدام، أدى صلاته الأخيرة، طلب السماح، قال وصيته، نام على فراش الموت، حدد مكان إطلاق الرصاص، صوبت البندقية إلى قلبه وسط متابعة الرأي العام من كل اتجاه. هناك فقط أطلق إبراهيم جملته: لقد عفوت عنه. أشكر الأخ إبراهيم البكري على روح التسامح والتصالح الذي أبداه في الوقت وفي اللحظات الأخيرة الذي كان الكل منفعل وعلى أعصابه، وألف تحية له. ومثل هذه الأحداث يجب أن تمنهج في التاريخ وتدرس للأجيال وتكون عبرة لمن يعتبر من حمل السلاح، وعلى الكل ان ياخذ من هذه القضيه عبره. يعني قلوبنا تتقطع على الطفله اللي راحت ضحيه للعصبيه وللشيطان. فاسال من الله لكل انسان، واسال من الله يعني لحكومتنا ولقيادتنا ان يعني يمنعوا السلاح، يمنعوا البلطجه، يمنعوا كل شيء من هذه الاشياء. هذه الحادثه آلمت الجميع، ألمت الشعب اليمني بأكمله ومن خارج اليمن وداخلها، إنه حدث الألم الشديد. ولكن كان الرد الجميل الذي أشرح الخاطر وأشرح السرور وعاد الحياة للأخ حسين هرهرة لسماح حسين
بسماح حسين هرهرة من الأخ إبراهيم البكري. تعالت الأصوات مستبشرة بما حدث، رأفة ببنات الجاني، مدونة في تاريخها أن إبراهيم لم يقبل العفو مساوما بالمال، إنما أراد إعطاء درس في العفو عند المقدرة وإيصال رسالة عدم الاستهانة بحمل السلاح. اختار العفو فارتقى إلى مصاف الفضل.